السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي إخواني الكرام، صلوا على رسول الله. أحبائي، هذا الفيديو جدا هام للأشخاص اللي بتاخد إذن سفر من شان إجازات العيد، وفي شوية وراء بنصحكم أنه تصطحبوها معكم من شان ما توقعوا بأي مشاكل. وشو هو نوع إذن السفر اللي رح تاخدوه، وشو هي الطريقة، وشو النصائح اللي بدي أقدمها للأشخاص يلي بدها تروح إجازة على العيد. إخواني، لا تنسوا تعملوا إعجاب لهذا الفيديو وتشاركوه عند الجميع، لأنه صدقا في معلومات وأمور هامة جدا رح أحكيها بهذا الفيديو، من شان لا سمح الله ما تروحوا تتشنططوا ويصير معكم مشاكل وما تقدروا تعبروا على سوريا. يا ريت الجميع ينتبه ويشارك هذا الفيديو لأنه فيه معلومات قيمة. أول شيء إخواني الكرام، رح أشرح لكم شرح عملي كيف تاخذوا إذن سفر للذهاب إلى إجازة العيد. يعني أي شخص اليوم بده يروح، سواء عنا في عندكم معابر كتير للعبور على سوريا، على أي معبر أنتم بدكم تروحوا عليه إخواني الكرام، أنتم بحاجة لإذن سفر، تمام؟ رح أشرح لكم كيف رح تاخدوا إذن السفر، وشو رح تكتبوا داخل إذن السفر، وكيف رح تقدموا عليه من شان يتم القبول بإذن الله تعالى. بالإضافة إخواني الكرام، بدي أحكي عن شوية وراء وشوية مستلزمات أنتم خلوها معكم ولا تهملوها، خلوها معكم موجودة لأنه ممكن احتمال كتير كبير تنطلب منكم. أول شيء إخواني الكرام، لأي شخص بده يروح على سوريا بإجازة العيد، أول شيء جيبوا ورقة وقلم وسجلوا هاي المعلومات عندكم. جيبوا ورقة وقلم، لا تستنوا، جيبوا ورقة وقلم وارجعوا. أول شيء إخواني الكرام، أي ثبوتات رسمية، سواء كملك، سواء كملك سوري، سواء جواز سفر، سواء في عندكم أولاد أو أنتم مثلا ما عندكم أولاد بالنسبة للعزابيين، أي إثبات شخصي خلوه موجود معكم بجيبتكم. هي أول شغلة. تاني شغلة، الأشخاص اللي عندهم عائلات، عندهم أولاد، جيبوا دفتر اللقاح تبع أطفالكم. طبعا مو يعني اللقاحات اللي تلقحوها الأطفال، مثلا في لقاحات بتلقحها الأطفال عند الولادة أو ما بعد الولادة، أو جيبوا دفتر اللقاحات معكم، لا تنسوا بالبيت. الموضوع الثاني إخواني الكرام، أي شخص حاصل على لقاح كورونا ياخد ورقة أو ياخد صورة لقطة عن الشاشة بتثبت أنه هو حصل على لقاح. كمان أنا هلأ هي رح أشرح لكم إياها بالفيديو، تمام؟ ولو أخذ جرعة واحدة أو أخذ جرعتين ما بتفرق، المهم ياخد شيء بيثبت هو شو وضعه من حيث اللقاح، تمام؟ سواء أخذ لقاح أو إذا مو أخذ لقاح ما في داعي، بيقول أنا ما أخذ لقاح وخلص. بس أي شخص حصل على اللقاح بياخد ورقة أو لقطة شاشة بيطبعها وبيخليها معه حول هذا الموضوع. الموضوع الأهم إخواني الكرام، إذن السفر كيف رح يتم أخده، وشو رح تكتبوا داخل إذن السفر أثناء أخده، وشو بنصحكم تعملوا لحتى تجي الموافقة على إذن السفر بإذن الله تعالى بطريقة صحيحة. خلينا نفوت بالشرح العملي. لا تنسوا الصلاة على الحبيب محمد والإعجاب بهذا الفيديو وتشاركوه على أوسع نطاق، خلوا الجميع يستفيد وما حدا ينضر أو حدا تتعسر أموره لا سمح الله. ويلا على الشرح العملي. أول شيء إخواني الكرام، رح نسجل الدخول على موقع الإي دولات، تمام؟ رح نحط رقم الكملك والشيفرة ونسجل الدخول. حطينا رقم الكملك والشيفرة، رح نضغط على جريشيب ونسجل الدخول. أول شيء إخواني الكرام، رح نتعلم طريقة أخذ إذن السفر للأشخاص اللي رايحة على إجازة العيد، ورح أعلمكم على طريقة بإذن الله ما يجي رفض على إذن السفر مشان توضحوا أموركم بشكل كامل. رح نروح على شريط البحث ونكتب كلمة يول إذن، تمام؟ يول إذن، بس كتبنا هالكلمة رح يطلع عندي هذا الخيار اللي هو يابانجلر إيتشن يول إذن بلقى باش ورسو، تمام؟ إذن السفر للأجانب، رح نضغط عليه ونستنى شوي مثل ما لكم شايفين لحتى يفوت على موقع أخذ إذن السفر. في خطوة كتير مهمة هلأ رح تشوفوها أنتو مثل ما لكم شايفين. طلعت هاي الصفحة إخواني الكرام قدامي، هون موجود تحت عندي إذنة السفر السابقة اللي أخذناها ما قلنا فيها نهائيا. في هون عندي كلمة يني باشفرو، رح نضغط عليها اللي هي فوق على اليمين، رح نضغط عليها ونستنى شوي. مثل ما لكم شايفين أحبائي، جاب اسمكم رقم الكملك وإلى آخره ومعلوماتكم، رح تنزلوا للأسفل. هون إخواني الكرام الأمور اللي كتير هامة اللي حابب الجميع يعرفها. هلأ أول شي هون في عندي عم يسألني طلب مدني، يعني لشو أنتو بدكم إذن السفر؟ هذا أول خيار هون رح ترجم لكم يا للغة العربية، تمام؟ طلب مدني اللي هو سبب الطلب، رح نضغط عليه. رح تنزلوا إخواني الكرام في عندكم هون تحت خيار اسمه تصريح عطلة، تمام؟ تصريح عطلة، حلو هالكلام؟ رح تضغطوا عليه اللي هو بالتركي بايرملاشما إذني، تمام؟ رح تحطوا على تصريح عطلة، تمام؟
وهون في عندكم الخيار اللي بعده رح تضغطوا عليه، رح تختاروا، انتبهوا، رح تختاروا من هون الولاية اللي انتوا مثلا، خلينا نقول انتوا بدكم تروحوا من معبر السلامة مثلا او من معبر معين. كل معبر اخواني الكرام بدكم تروحوا منه هو بأي ولاية موجود بين هدول الولايات، مثلا هطاي و و و الى اخره. بتختاروا من هون المكان اللي هو موجود في المعبر اللي هو قريب على المعبر. طبعا في اكثر من معبر، كل شخص على حسب المعبر اللي بده يروح عليه. تمام، مثلا خلينا نختار هطاي مثلا. تمام، كل شخص اخواني الكرام بيختار المكان اللي قريب على المعبر اللي هو بده يروح عليه. تمام تمام. طيب هلا هون في عندي اخواني الكرام التاريخ اللي انتم بدكم تروحوا فيه. يعني مثلا حد انتم فتوا على موقع اجازات العيد واخذتوا الموعد تبعكم وعرفتوا تاريخ زيارتكم انتم امتى رح تروحوا على اجازه العيد، بتفوتوا هون اخواني الكرام وبتدخلوا التاريخ اللي انتم بدكم تروحوا فيه. يعني مثلا انتم بكره ان شاء الله مثلا مثال يعني بدكم تروحوا، بتختاروا انه اذن السفر يكون بكره. تمام، يبلش من بكره. تمام، طبعا حاولوا تختاروا، حاولوا تطلعوا اذن السفر قبل بيوم او قبل بيومين، لانه بياخذ وقت من يومين لثلاث ايام لحتى تجي الموافقة عليه، احيانا بياخذ وقت اسبوع. فحاولوا تطلعوا اذن السفر قبل بكم يوم، ولكن بتحطوا التاريخ، تاريخ اللي بتكون تروحوا فيه، مثلا 23/7 مثلا، يعني مثال انا عم بعطيكم. تمام، وتاريخ الانتهاء اخواني الكرام بتحددوا المدة يلي انتم بتكون ترجعوا فيها، او بتحطوا مثلا تاريخ الانتهاء بعد 10 ايام او 15 يوم. تمام، هذا الشيء انتم بتحددوا فيكم لما ترجعوا من سوريا ترجعوا تاخذوا اذن سفر ثاني مشان ترجعوا على ولايتكم. يعني تاريخ الانتهاء اختاروا انتم من عندكم مثلا بعد 10 ايام او بعد 15 يوم او بعد اسبوع، ما بتفرق، انتم على سبيل المثال اختاروا هذا الشيء. راح نحط مثلا 1/8/2021. طبعا عم بعطيكم انا امثله. تمام، كل شخص بقى على هو الشيء اللي هو بيناسبه. بعد هيك اخواني الكرام هون في عندكم حقل كتير مهم اللي هو البريد الالكتروني. تمام، اللي هو الايميل، بتحطوا ايميل، ايميل بيكون بهذا الشكل بيجي، للي ما بيعرف شو هو الايميل نقطة.com. طبعا يفضل ايميل يكون صحيح لانه ممكن يجيكم عليه معلومات. تمام، هون اخواني الكرام لوحة السيارة. الاشخاص اللي رايحه بسياره إلها او معهم سياره مثلا حابين هن انه يوصلوا مثلا على هطاي مثلا ويصفوا السياره هنيك وينزلوا على سوريا، بيحطوا لوحه السياره الخاصه فيهم. اما اذا اشخاص اخذين تاكسي او طالعين بسياره هي مو سيارتهم، فما في داعي انه يحطوا هون لوحه السياره نهائيا، اللي هي النمره بيخلوها فاضيه. طبعا اخواني الكرام هون كتير كتير هاي الخطوه كتير مهمه لحتى تاخذوا الموافقه باذن الله تعالى. يعني الشخص اللي بيمشي خطوات صحيحة اخواني مثل ما انا عملت بفيديو بإذن الله تعالى رح تتيسر اموره. في عندكم هون اخواني الكرام كلمة دوسي اكلين، هاي مثل ما لكم شايفينها. تمام، شو رح تحطوا فيها اخواني الكرام، شو رح تختاروا فيها؟ رح تختاروا مثلا فتوا اخذتوا موعد بأحد المعابر، بعد ما تاخذوا موعد اخواني الكرام نزلوا الملف عندكم على التليفون PDF. تمام، او خذوا لقطة شاشة عنه ونزلوه عندكم على التليفون. بعد ما تنزلوه عندكم على التليفون رح تضغطوا هون على دوسي اكلين وتحملوا هذا الملف من هون من خلال الملفات من عندكم. تمام، رح تحملوا هذا الملف على دوسي اكلين لهون، رح يفوتوا هن الموظفين يشوفوا انه هذا طالب اذن سفر وعنده تصريح رسمي انه هو رايح اجازة على سوريا، فرح يعطوكم اذن سفر من غير اي تردد. تمام اخواني الكرام، هاي الخطوة كتير مهمة، هاي الخطوة كتير مهمة، برجع وبنوه، شاركوا هذا الفيديو، خلي الجميع يعني عند اصحابكم عند معارفكم لحتى الجميع يعرف انه هاي الخطوة كتير مهمة. رح نختار ملف من هون اخواني الكرام، مثلا اللي هو الملف اللي نحنا حكينا انه هو فيه الصورة تبع اجازة العيد، او منزلينه نحنا ملف PDF على حسب الموقع. رح نختاره من هون ونحمله، بعد ما نحمله رح ننزل لتحت نضغط على كلمة تطبيق. بعد ما ضغطتوا اخواني الكرام على كلمة تطبيق، خلص انتوا هيك بتكونوا قدمتوا على اذن السفر، وبعد هيك بتستنوا لتجي الموافقة. طبعا بس تجي الموافقة كيف رح تعرفوا انه اجت الموافقة وكيف رح تنزلوا اذن السفر عندكم؟ بكل بساطة رح علمكم، رح تروحوا على شريط البحث وتكتبوا كلمة يول اذني مثل ما كتبنا او يول اذن. تمام، رح يطلع عندكم نفس الخيار، رح تضغطوا عليه.
مثل ما لكم شايفين هون اخواني بتنزل الاسفل راح تشوفوا كل اذن السفر هون اللي انتم اخذينها، وراح تشوفوا اذن السفر الجديد اللي انتم مقدمين عليه والوضع تبعه، هل تم القبول ام تم الرفض. وفي حال تم القبول راح تلاقوا هون هيك شخطة زرقاء صغيرة بتضغطوا عليها وبتنزلوا اذن السفر عندكم على التليفون وخلوه معكم موجود منشان اذا حدا طلبه منكم. هي بالنسبة لموضوع اذن السفر اخواني الكرام. طيب بدي احكي عن موضوع هلا صورة عن موضوع اللقاح او هي كيف انتم راح تاخذوها وراح تخلوها معكم. اي شخص اخواني الكرام حاصل على لقاح سواء جرعة واحدة او جرعتين او اللي هو، هلا من هون راح اعلمكم كيف تاخذوا يعني صورة عن هذا الموضوع تخلوها معكم بحيث انه حدا سألكم عنها. راح تروحوا على شريط البحث بالإيدولات وتكتبوا كلمة اي نبض، تكتبوا الكلمة بهذا الشكل اخواني الكرام، تمام؟ بعدين راح يطلع عندكم اول خيار راح تضغطوا عليه وراح تنزلوا للاسفل وتضغطوا على ويقولوا مايجت هي باللون الازرق، تستنوا شوي. مثل ما لكم شايفين اخواني الكرام فتح لكم السيستم تبعكم. بعد هيك اخواني الكرام في عندكم هون كلمة كوفيد اون ذا كوز راح تضغطوا عليها. بعد ما تضغطوا عليها راح يطلع قدامكم هي الشاشة، طبعا راح تطلع مختلفة عند الناس، في شيء اخذ لقاح، في شيء مو اخذ، في شيء اخذ لقاحين. راح تنزلوا هون اخواني الكرام مثل ما لكم شايفين هذا المكان، راح تاخذوا لقطة لهي الشاشة، تمام؟ راح تاخذوا لقطة لهي الشاشة. بعد ما تاخذوا اخواني الكرام لقطة لهي الشاشة بتخلوا هاي اللقطة عندكم على التليفون مشان في حال حدا سألكم شو وضعكم من حيث اللقاح، تمام؟ هيك اخواني الكرام انتو بتكونوا تممتوا اموركم. لا تنسوا تاخذوا الوراق اللي حكيت عنه ببداية الفيديو، ولا تنسوا تشاركوا هذا الفيديو لسه ما اشترك بالقناة، بتشرف انه يشترك بقناتي لانه في عندي كتير فيديوهات هامة حول هذا الموضوع وحول مواضيع كتير راح اقدم لكم اياها بإذن الله. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.